مرحبا بحضراتكم في الفقرة الأخيرة والفقرة الأهم حاليا كمان. نحن بنتكلم خلاص يعني السوبر الإفريقي والناس من بدري بتقول التسعة يعني يا أهلي. فده باختصار محور فقرتنا النهاردة. هنتكلم عن كمان معسكر الأهلي في السعودية حاليا استعدادا لمواجهة فريق طبعا اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة السوبر الإفريقي واللي كمان هتقام يوم الجمعة بإذن الله وبعدد جماهيري مفروض حتى هذه اللحظة يعني مفروض كبير جدا كمان وفي كتير من المصريين هيكون يكونوا متواجدين مش بس الأهلاوية. فهنرجع نقول بطولة مهمة جدا في بداية الموسم الجديد وإن شاء الله كمان يعني نفرح بها. هنتكلم في كل ده على كل حال والموسم الجديد والاستعدادات والتحديات. بس خلينا نرحب في البداية بضيفنا العزيز الأستاذ سامح سمير الناقد الرياضي. بونجور، صباح الهنا. بونجور، صباح الهنا عليكم وعلى جماهير الأهلي. ملفات عديدة طبعا. وهنبتديها مع حضرتك باللي كانت هواند لسه بتتكلم عنه من شويه، فكره لقاء الاهلي واتحاد العاصمه الجزائري، وفكره كمان ان انت يعني تستهل موسم كروي جديد ببطوله، انت عندك ماتش ببطوله. رؤيتك ايه وتوقعاتك ايه للمباراه دي؟ والله هو كالعاده طبعا النادي الاهلي يبتدي ببطوله يعني من الضل للنار على طول. الاهلي يا دوبك خد اللعيبه خدت راحه اسبوعين كده 14 يوم راحه سلبيه وبعدين 10 ايام في النمسا. يعني انا كنت مستوعب فكره ان يعني احترمت في اداره الاهلي او في الجهاز الفني كمان هو يطلع باللعيبه للنمسا يشموا نفسهم شويه. يعني يحسوا ان هم يعني انا اسف في اللفظ بني ادمين. طيب من حقهم يشموا نفس، حقهم من حقهم يشوفوا مناظر جديده. من حقهم يخرجوا من الشحن العصبي اللي كان غير طبيعي في افريقيا كلها، ما كانش في مصر فقط ولا على مستوى المسابقات المحليه ولكن قاريا كمان. الاهلي كان مضغوط جدا ولسه هينضغط، يعني خمس بطولات ولا احلى. كولر الذكي المحظوظ في نفس الوقت ان هو طبعا يحصل على خمس بطولات الحمد لله. يعني كانت الاهلي ليه تحس انك انت خلاص وصلت لمرحله انك انت البطولات كلها في النادي الاهلي اصبحت داخل جدران القلعه الحمراء، في تشبع بالبطولات، تشبع بالبطولات وعايز تاني بقى خلاص. يعني انت راجع النهارده على السوبر الافريقي، راجع من النمسا يلا بطوله كمان، بطوله الصفقات الجديده مستنيه بطوله، مودياس اللي لسه جاي في الاهلي مستني بطوله، كل الجماهير الاهلي منتظرين بطوله علشان انك انت تبتدي بيها موسم جديد، بدايه معنويه، بطوله جديده، بطوله قاريه ايضا، البطوله التاسعه في تاريخ النادي الاهلي على مستوى السوبر الافريقي. ارقام كثيره جدا، انت عشان تبص على الاهلي وعشان تشوف الارقام حدث ولا حرج، هتقعد لبكره تعد في الارقام. فطبعا بطوله مهمه معنويه في المقام الاول. ودي طبعا الصوره امامنا على الشاشه، كولر واللعيبه في حاله، لو خدت بالك هتلاقي حاله من الضحك، حاله من التفاؤل، حاله من الحماس، حاله من انك انت عندك تشبع بالبطولات، انت حابب انك انت تسعد جماهيرك وبتبسط نفسك. دي ثقافه النادي الاهلي ان هو بيبسط جماهيره وبيبسط اللعيبه، بتبسط نفسها ان هي تبتدي موسم جديد ببطوله جديده. فطبعا مباراه مهمه جدا جدا جدا، بطوله مهمه جدا جدا، بدايه ولا احلى ولا اهم للاهلي في موسم جديد. رائع جدا.